بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، انطلقت أعمال الملتقى العربي الثالث للقضاء الإداري الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري. يناقش الملتقى الذي يستمر يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم في مجال القضاء الإداري. بمشاركة كوكبة من رجال القضاء والقانون في الوطن العربي، انطلقت أعمال الملتقى العلمي الثالث للقضاء الإداري في البلاد، والذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري. فالتحكيم وسيلة حديثة، وسيلة نجعلها الكثيرين لفض المنازعات، لسرعة الفصل في بعض القضايا ذات الأهمية، خاصة في موضوع التجارة والاستثمارات الدولية. فتسليط الضوء عليها بشكل تفصيلي من عدة محاور في هذا المؤتمر الملتقى، لا شك أنها سوف تخرج بتوصيات فاعلة لدعم هذه الوسيلة لفض المنازعات. الملتقى العلمي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري يناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحكيم الإداري والتعريف بالتحكيم في العقود الإدارية والموقف الفقهي والقضائي من جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية وكذلك مشروعية التحكيم. هذا الملتقى الذي يجمع ما يقرب من 15 دولة هدفه أنه يناقش قضية من أهم القضايا المطروحة على الساحة، وهي مسألة التحكيم، نظام التحكيم، تحكيم وغالبا في العقود الإدارية. ده موضوع هام جدا، يؤدي إلى حل كثير من النزاعات بطريقة بعيدة عن ساحات القضاء وفي وقت أسرع. على مدى يومين تتواصل أعمال الملتقى العلمي الثالث للاتحاد العربي، والذي يناقش أهم البنود المتعلقة بالجانب الإداري للقضاء. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.